دايما الدراما الواقعية بتمس القلب والوجدان لأنها بتعبر عن حياتنا، عن مشاكلنا، عن همومنا، ودايما النوع ده من الدراما بيحقق نسب مشاهدة عالية قوي لأن المشاهد بيصدقه وبيعيش في كل التفاصيل والأحداث بشغف واهتمام وحب. من الأعمال الدرامية اللي عملت نجاح كبير جدا مسلسل الدايرة اللي بيتعرض على قناة الحياة، اللي بيغوص داخل النفس البشرية وبيستعرض العديد من المشاكل الاجتماعية والنفسية زي الطلاق والصداقة والخيانة في إطار درامي مشوق وجذاب. مسلسل كتبه ببراعة محمد عبد المعطي وأخرجه بتميز أحمد سمير فرج، وقام ببطولته مجموعة كبيرة من النجوم اللي قدموا لنا الحقيقة سيمفونية من المشاعر والأحاسيس. يسعدني جدا يكونوا معايا في الاستوديو نجوم المسلسل، النجم الكبير أحمد صلاح حسني، الفنانة المتميزة إيناس كامل، الفنان الجميل إسلام جمال. منورني ومشرفني، وانا سعيد جدا اولا بهنيكم على المسلسل، بقول لك مبروك يا احمد، مبروك يا اسلام، مبروك يا ايناس. الله يبارك في حضرتك بجد، انتوا عملتوا عمل رائع، احنا في قناه الحياه سعداء جدا بيه وحاسين بنسب المشاهده العاليه جدا اللي حققها المسلسل، وفرحانين بيه جدا جدا، فرحانين انه انتاج سينرجي، وفرحانين ان الحقيقه المنظومه الانتاجيه بتاعتنا مقدمه اعمال يعني ترقى ان المشاهد يتفرج عليها وتستحوذ على اعجابه واهتمامه. فبقول لكم مبروك مره ثانيه. الله يبارك في حضرتك. ميرسي يا استاذ عمرو. قول لي بقى، انت في مسلسل الدايره تتعامل للمره الثانيه مع المؤلف محمد عبد المعطي اظن واحمد سمير فرج بعد التعاون، عملت معاهم ختم النمر. عملنا ختم النمر. شايف التجربه الثانيه معاهم ازاي؟ جميله طبعا، تجربه. مسلسل كان صعب يعني. المسلسل ده مبدئيا انا سعيد جدا بالكاست، بزمايلي كلهم، اسلام وايناس وكل الناس، كل الناس كانوا معانا، احنا كتير قوي يعني. مسلسل مش هتحس انه بطولتي ولا بطولة اسلام ولا ايناس، هو بطولة جماعية، وكل واحد عنده قصته، كل واحد عنده الفلاش باك بتاعه اللي هو تاريخه كان عامل ازاي وحياته قبل كده كانت عاملة ازاي وهو عايش ايه دلوقتي. فالمسلسل جديد يعني، حتى طريقة طرح الحدوتة جديدة على الناس، فيها تفاصيل كتير قوي، فهو ده اللي شدني المسلسل عامة يعني.